بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ عمر معانا اليوم، شنو تريد تتكلم عمر اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم أحب أذكر الإخوة بهذا النجس إيمانويل ماكرون، وأذكر الإخوة المسلمين بالمقاطعة. إخواني، في إيدكم تقتلوا فرنسا، تقتلوها قتل بدون حرب بدون شيء. هذا النجس الزنيم عدو الله، شعبه يضربه، فرنسا تهرب الآن، عملية بورخان فينيش، ها ساحل فينيش، وبرضو النتن. أذكركم هذا النتن الحقير الذي يعني هزمه أضعف الشعوب، أضعف الشعوب هزمت أكبر ترسانة في الشرق الأوسط. هذا العلم النجس في إيدكم، إن أنتوا هذه الدولة اللقيطة الزنيمة في إيدكم إن أنتوا تفسدوها. اليوم عايز أتكلم عن موضوع يعني يحدث في دائرة الدعوة تبع الحديقة، يعني ركن المتحدثين وما حولها. يعني وصل إلى سمعي أن الناس يستخدمون الدين استخدام سيء، هذول السفلة الحقراء. يعني كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بس الإنسان لما يكون مشتغل في الدعوة لابد أن يكون حريص 10 مرات. الإخوة اللي بيضيعوا وقت على اليوتيوب ويشوفوا الناس ويشوفوا حكايات، والله هذه ما هي دعوة. في ناس كتير يعني تظهر عورتها في الإنترنت. الإنترنت مملوء بناس تظهر عورتها في النت. هل هذه دعوة؟ أحذركم يا إخوة من شخص حقير اسمه سيرفاز بازلين، قناة سيرفاز، والديوث معه أبو قتادة وأبو خيارة وناصر وآسف وشيعة لايف من هولندا وسيد، أنا أسميهم أبو ديك جروب، جماعة يعني جماعة يعني ما يجمعهم، والله ما يجمعهم إلا القذارة والحقارة. كلهم يشتركوا في إما أن هم أظهروا عورتهم للناس، أو يعني حموا ناس تعمل هذه العادات السيئة. مش عارف يا إخوان، مش عارف. لابد أن يكون في غيرة. الإنسان اللي يرضى أن مسلمة ترى عورة رجل غير محرم ليها هو ديوث. يعني ما أدري إيه اللي حصل بالأمة. ما تتكلموا معاهم، ما تكلموا ليهم في قنوات، ما تسمعوا ليهم. لازم تزبلوهم، لازم تقاطعوهم، لازم ننظف العمل الإسلامي. السوس ينخر فيه نخر، من ما يسرق المال، ومن من يسرق الشهرة، ومن من يسرق المساعدات، ومن سبحان الله العظيم بس يعملوا على يدخل الدعوة للنساء. بالله عليكم هذا دين؟ ما أعرف، ما أعرف والله العظيم. إيش رأيك أنت أخي اللي بيحصل هذا؟ يستغلوا الدين عشان يطلعوا فلوس لا، عشان الفلوس سرقة، يعني إثمها أقل من إظهار العورة. يعني لما تظهر العورة هذه فاحشة، أما تسرق هذا إثم. ممكن تسرق النصاب هلا ففي حد، ودون النصاب ليس في حد. وممكن تسرق مضطر، بس إلى يعني ما الذي يدعوك أن تبين عورتك في هذه البلاد؟ وهنا الزواج سهل والطلاق سهل،
والنساء على موجودة. ما هذا المرض؟ أنا بس حببت أقول كده، والله المستعان. خلاص؟ نعم. شكرا.